اسمعي من أجل الخير، هل تنطوي على كل هذه المراحل التي ناقشناها الآن؟ تعريف الأخلاق، تعريف الشفافية، بالإضافة إلى الأنواع المختلفة والمستويات المختلفة من التصميم الذي تعملون عليه. نعم، توجد مبادرة تسمى الذكاء الاصطناعي من أجل الخير لأهداف وأغراض عالمية طورها المجال الأكاديمي والحكومات. خرجنا في عام 2017 واستضافنا استضافت الأمم المتحدة القمة العالمية الأولى لسبعة للذكاء الاصطناعي، وإن خرط بها سبعة مؤسسات أممية وحكومات ومؤسسات غير هادفة للربح ووسائل إعلام وجامعات، وهذا غطت كل المجالات التي تحدثت عنها، كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة مثل الفقر والجوع والرعاية الصحية والسلام والرخاء والأمن السيبراني وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرة تتيح إنتاج ومشاركة كل المشروعات. في واقع الأمر لدينا مجموعة بؤرية تسمى AI for Health أو الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة، ومعنا مؤسسات أممية بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية للعمل على معايير للرعاية الصحية. لماذا؟ نظرا للافتقار إلى 20 مليون عامل في مجال الصحة غير موجودين، بالإضافة إلى 20 مليون شخص أو 200 مليون شخص بحاجة إلى توفير خدمة رعاية صحية لهم. إذن الأمر سيتنامى في العام المقبل مع هذه القمة التي تركز على حلول إيجابية لجعل العالم الحقيقي عالم أفضل. دكتور محمد، كما ذكرت أنت تمثل جسر بين الثقافات والمجتمعات. إذا ما تحدثنا عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونظم الذكاء الاصطناعي، أريد أن أسألك لأنك تتمتع بخبرة